اليوم خرجنا باش نسولوا الناس شحال واصل الدجاج. انت كتجيجي شحال واصل الثمن ديال الدجاج؟ الدجاج اليوم واصل محطوط ب 460 ريال اختي، وتا بنادم راه الله يحسن العوان راه بزاف عليه بنادم. انا راح تنبيعو ب 490 ريال. يعني شفنا الدجاج في ايامات رمضان ما كانش واصل الثمن، خرج رمضان واصل. اي ما كانش واصل الثمن، في رمضان كان دايرين له 360 370، ملي غلا كاع داروا له 370، ملي قرب العيد ويطلونص الدجاج. حاليا حتى فات العيد وهادي بقى بداك الثمن، وصلت ل 520 ريال كاع. قال لك ربما هاد الغله هذا جاي من صحاب السماك، لانهم كياخذوا واحد الكيلو بزاف. واش قضية السناك؟ لا لا ماشي السناك اختي، من الناس مولي الفيرمات، الناس اللي مسؤولين على هاد الشيء هما اللي مغليين. اما ديجا كانوا كياخذوا الناس الدجاج مولي السناكات، ما كانش هاد الغله. رأي الناس اللي كيجيو يشريو منك، كيفاش كتقول لهم الثمن؟ كيفاش كتقول؟ والأغلبية لا بليبار ديال بنادم كيتبهض ملي كيسمع 490 ريال، هادي كيتبهض ما تيقدرش الله يحسن العوان. وكاين اللي كيشري وكاين اللي ما كيقدرش عليه. واش كيبان لك ان الثمن هذا في المستطاع ديال حنا بنادم باش يشري؟ ولا ما بنادم ما في استطاعتوش باش يشريه ب 490 ريال. الله يحسن العوان. انت بشحال كتجيب الدجاج وبشحال كتبيعو؟ انا شادو اليوم ب 460 ريال، كنبيعو ب 490 ريال. دابا 460 فهاد الوقت، دابا البارح شديتو ب 450، يعني هو كيطلع ويهبط بحال الطونسيو، كيهبط ب 10 وكان كيطلع بدرهم. وهاد الشيء كامل شنو دايرو؟ دايرو ليسانس اول حاجه، ليسانس كيحسبوك ترونسبور، حيت كتشوفو جايبو وليسانس غالي، خصنا اللي مانيين نخصو لا نخصو ليسانس، غتنقص بطاطا، غينقص خضره، غتنقص دجاج، غينقص كلشي، والعلف ديالو تا هو غالي، يعني مول الفيرما تا هو راه ما ربح والو، العلف غالي، السيكانيم ديالو غالي، يعني خصو من الدوله تدخل وتقص من المواد الاساسيه اللي كيستغلوا تيتاد العلف باش ياكل هذا الدجاج هذا. والاقبال دابا حتى الاقبال، الناس واخا الدجاج غالي كتاخذه، مثلا ليله العيد بعت الدجاج، انا هنايا كان الدجاج داير 520، بعت الدجاج ب 1000 ريال، والناس تتقاتل على الدجاج، يعني الناس راضيه بالغلا، يعني يكون واحد النوع ديال يعرفوا الشعب تا هو راه ما باغيش هذا الشيء، راه ما غي ولكن مازال تيستغلوا العواشر. كاين السماسيرة عاوتاني، كاين السماسيرة مثلا الخضره ما كتوصل، الخضره اللي عند هادو كيبيعونا تدوز على شحال من واحد حتى توصل للكرو. والدجاج حتى هو الدجاج نورمالمون الثمن ديالو نورمالمون ماشي 60، حتى اللي كيبغي مثلا كتجي مره عندها ما عندهاش دراري دريويش عندها 5 دراهم كتعطي الراجل 400 ريال، خص الدراهم خصها تاخذ خضيره، كتجي كتجيب لي 5 دراهم كيجي فيها طريف صغير ورقداد، كنضطر نزيد انا من عندي باش حيت عندها دراري من عندي باش ما نديرش، يعني انا تنتكوصر. ولكن وحنا عايشين نتسناو شي حاجه من عند الله، ما يديروش الشاد ديال البلاد راه منهم الله. شتي الله يلاه انا ربعو لك نفسك كبي شهد ربعو. قلت الغلا كيجي من صحابنا عندهم صناعات، يعني هما اللي كيغليو على لا داكشي غا هذا. الدجاج غالي من بلاصتو، الفيرما مول الفيرما تيزيد على مول الكاميو كيزيد عليه 10 ريال، مول الكاميو كيزيد على مول الحانوت درهم، مول الحانوت باش ماشي خصو يربح، مول الحانوت كيزيد حتى هو على الكليان درهم ونص، درهم كي كيزيد درهم كيزيد درهم ونص، يعني داكشي غادي بالتفاصيل. ملي كيغلى العلف مول الفيرما خصو يغلي حتى هو الدجاج، ما خصوش يضيع. العلف بحال دابا مثلا الحولي، العلف غادي الحولي، الحولي غيكون حتى هو غالي، فهمتي؟ واش كيبان لك ان الثمن ديال 25 درهم في المستطاع ان الناس يشروا دجاج ب 25 درهم؟ ماشي في المستطاع، الناس خدامه من ب 40000 ريال ماشي في المستطاع. لا لا راه باين بنادم الدجاج الا زايد على راه باش كاين في السوق، السوق ملي كتعلن به الزياده راه كتبان في السوق على كل شيء. كي تجي يجي ما عنده والو في هادشي، عنده غير تمارة. ايوا وعاد زيد جوج دراهم ديال ديك الترياش هي اللي كتعاون شويه،
هذا هو لور مام اللي كاينه. تزيد في الاخر ديال رمضان بدا وصل ل 400 وبدا طالع الى حاليا دابا راه وصل 460 ريال باش محطوط. وبزاف على بنادم اللي كتقول له 490 ريال ولا هادي راك بزاف عليه، كتجي القضيه قاصحه. اليوم خرجنا باش نسولوا الناس، شفنا ان وصل الدجاج 25 درهم. شو 25 كاين؟ ولا البارح جيت عندك قلت لي عطيني 4 ديال الدجاج، قال لي ولا ب 1000 ريال الكيلو حي. نهار العيد نهار الثاني ثاني عيد وبحال بحال، هذه راه شهر رمضان كله حنا في هذه الحاله. الناس لقيتي ديك الساعه ب 500 درهم، اش كيبان لك انت 25 درهم؟ اخوتي راه بزاف. واش حنا دابا اجي نقول لك، ها بيني وبينك حنا خدامين، شحال خدامين؟ 50 درهم في النهار ولا 1500. عندي الطابليه خارقينها من 8 الصباح، ها وملي تجي عند تبغي تشري عي شي حاجه تلقاها هي زادت مدوبله على ثلاثه ولا اربعه المرات. حنا راه عاونين عايشين في القاهره هو في تماره مشاكل. الزمن الخضره غاليه بزاف، كل شيء غالي، كل شيء حاجه تحط على يدك ما تلقاها هي هذيك، كل شيء غالي، كل شيء غالي، فايت 1000 فرانك الفوق. كاين اللي ب 400 درهم، راه دوزنا رمضان واحد الحاله ما نقولكش، راه الحاله لا يرتلى. وهذا العام هذا كله قاصح وباقي الان، زعما غيفوت رمضان هذا وعاد جاي العيد وعاد هادي، راه ما كاين غير الغلا الفوق، كل شيء غالي. دابا كنشوفوا الدجاج واصل 25 درهم، والحولي شحال غيكون؟ والحولي شكون غيوصلوا؟ حنا غنوصلوا الحولي ولا شناه من اتساع من البعد شفناه، هما ما غنقدروش نوصلوا، شكون غيقدر يوصل شي حولي؟ حنا كل لقينا مطيشه كتجينا غاليه والبصله غاليه وكل شيء غالي، عاد نوصلوا الحولي؟ ما غنوصلوش البنت الحولي، شكون غادي يقدر يوصل ليه الحولي؟ مال فين الحولي كيشريو الدراوش؟ والدراويش غيعيد هذا العام؟ باش غيعيد؟ باش غيعيد؟ باش ما عنده باش يعيد؟ راه لا حول ولا قوة. وبزاف بزاف، راه بزاف ماشي شويه، بزاف. هادشي اللي داروا فينا هاد اخنوش ولا سمباب راه دار فينا حاله، كلشي غلاه، كلشي غلاه، كلشي حتى حاجه ما خلاها هي هذيك. عاد حنا واخا تهضري تتعيا، ما خلا الشعب كيفاش هضر باي لغه، حتى واحد ما سمع ليه، حتى واحد ما سمع ليه. حنا كنهضروا والناس كيهضروا، ولكن هما سادين ودنيهم دايرين القطن ما كيسمعوناش. علاش؟ الله اعلم. واش بغاو بنادم يثور؟ ما بصافي بنادم راه غينفجر ولا مشى تنفجر بنادم، راه لا اله الا الله. المغاربه ما كيوقفوش ولا بداو، والله ما وقفهم شي واحد. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.